بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مع الجزء 13 من تفاصيل غزوة الأحزاب، تحدث هذا اليوم عن نهاية الحصار، ثم بعد ذلك قرار النبي صلى الله عليه وآله بخصوص خيانة بني قريظة. تحدث المؤرخون عن مدة الحصار كم طالت، وحقيقة أكو اختلاف. في نص يقول كان محاصرة المشركين رسول الله صلى الله عليه وآله في الخندق 14 يوما، هذا طبعا هنا ما في تحديد واضح، قد يصل إلى 19 يوم. عن جابر بن عبد الله قال 20 يوما، ويقال 15 يوما، وهذا أثبت ذلك عندنا حسب نص الواقدي، وقيل 25 يوما مدة الحصار، وهذه أطول يعني مدة مذكورة، فهي ما بين 15 إلى 25 يوم كانت مدة الحصار، حصار المشركين للمسلمين. بعد أن غادرت الأحزاب وكذا المنطقة، والنبي صلى الله عليه وآله تأكد من هذا الأمر، حين ذاك صار النداء بأن خلاص كل واحد يرجع إلى بيته. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بالخندق، احنا ندري بالليل صارت مغادرتهم، أصبح وليس بحضرته أحد من العساكر، يعني من الجهة الأخرى قد هربوا وذهبوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله الثبت خبر الأكيد أنهم انقشعوا إلى بلادهم. ولما أصبحوا أذن رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم، فخرجوا مبادرين يعني بسرعة، غادروا المكان مسرورين بذلك. النبي صلى الله عليه وآله لما شافهم كلهم ركضوا بسرعة، كل واحد رايح بيته، ما ارتاح من العملية هذه. يعني أكو أكثر من نص تبين أكثر من سبب للقلق. أول شيء من هذه النصوص يعني اللي يبين بأن أمر أقلق النبي صلى الله عليه وآله، النص التالي يقول: وكره رسول الله صلى الله عليه وآله أن تعلم بنو قريظة رجعتهم إلى منازلهم. ليش كره النبي صلى الله عليه وآله أن بني قريظة كذا؟ يعني لعل بني قريظة يأخذون إجراء معين في هذه الفترة، يستغلون هذا، لأنهم عندهم خيانة صدرت منهم، وأكثر من موقع يعني كان في اتفاق مع المشركين، كان في محاولات لغزو بيوت المدينة. فبالتالي هني النبي صلى الله عليه وآله يبدو أنه تخوف لما يشوفون بني قريظة هالحالة من المسلمين وكذا، بأن هذين الجماعة يأخذون تدبير، أو أنهم يشعرون بالأمان من يعني تصرفهم اللي تصرفوه، فأمر بردهم، أمر برد القوات المسلمين، قال لهم تعالوا رجعوا، ما حد يروح بيته، ارجعوا. فأمر بردهم وبعث من ينادي في أثرهم، فما رجع رجل واحد حسب هذا النص. اي راحوا كلهم من التعب، من البرد، من الجوع، رجعوا الى بيوتهم، مثل اللي تقول واحد ما صدق انه يعني يرجع. روايه يرويها عبد الله بن عمر، باعتبار عبد الله بن عمر كان صغير السن ذاك الوقت، يقول ان النبي كلفه بان يذهب وينادي احد الذين ذهبوا ونادوا، لان بيوت المسلمين مثل ما شفنا بالخريطه متفرقه، راح نشوف بعد شوية. فجعلت أصيح في أثرهم في كل ناحية إن رسول الله أمركم أن ترجعوا. هذا النص هم يأكد: فما رجع رجل واحد منهم من القر والجوع، من البرد والجوع. فكان يقول: كره رسول الله صلى الله عليه وآله يرى سرعتهم، وكره أن يكون لقريش عيون. إذن هاي القضية ما ترتبط بقريظة فقط، على النص الأول يرتبط قريظة، هني يقول لا، أصلا يخاف إنه شنو يكون أكو جواسيس، وهذه خدعة من المشركين يبتعدون، أو مو خدعة فعلا يبتعدون، لكن لما يشوفون سرعة العودة من الممكن إن هم يبادرون بالعودة، وبالتالي غفلة المسلمين بهجوم مباغت. فالنبي صلى الله عليه وآله لما شاف هذا الانسحاب السريع وما حد يعني بقى حتى يحمي ظهر المسلمين، أمر بالنداء بالعودة، ولكن ما رجعوا. قال جابر بن عبد الله: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أردهم،
فجعلت أصيح بهم فما يرجع أحد، فانطلقت في أثر بني حارثة. بني حارثة مقرهم قريب من يعني حدود الخندق، فوالله ما أدركتهم حتى دخلوا بيوتهم، ولقد صحت فما يخرج إلي أحد من جهد الجوع والقر. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله فألقاه في بني حرام. حسب ما قرأت بني حرام صايرين في الجهة الأخرى، يعني ذلك في اللابة الشرقية ذلك في اللابة الغربية، منصرفا أيضا ذلك عند الخندق. فأخبرته فضحك صلى الله عليه وآله، يعني ابتسم النبي صلى الله عليه وآله أنه يعني على حال المسلمين اللي مساكين، يعني مثل ما أنتم ابتسمتوا أنه ماكو أحد ما صدقوا وراحوا بهذا المعنى. شوف هذا المخطط واضح هنا عندنا الخندق طبعا الأزرق هذا، شوف هذا هني بنو حارثة مساكنهم عند الخندق كلش. فجابر يقول أنا رحت هني ما ردوا علي، فرجع للنبي صلى الله عليه وآله. النبي وين مكانه؟ هذا مسجد الفتح، يعني هذا جبل سلع اللي عليه قبة الرسول صلى الله عليه وآله، ووجد النبي عند بني حرام. بني حرام تقريبا منطقتهم هني، فبالتالي يعني المنطقتين هني صايرين عند الخندق. أبو سفيان بعث رسالة بعد ما غادر وابتعد وكذا، بعث رسالة للنبي صلى الله عليه وآله. خلينا نشوف شنو مضمون هذه الرسالة. طبعا فيها إساءة أدب، فيها تحدي كذا من باب يعني النفخة الفاضية، مثل ما تقول واحد من الفشيلة. يقول لما ملت قريش المقام وأجدب الجناب وضاقوا بالخندق، وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المدينة، كتب كتابا فيه باسمك اللهم، فإني أحلف باللات والعزة لقد سرت إليك في جمعنا، وإنا نريد ألا نعود إليك أبدا حتى نستأصلك، فرأيتك قد كرهت لقاءنا. أشوفك أنت ما حبيت أن يصير أكو شنو قتال مباشر، وجعلت مضايق وخنادق، فليت شعري من علمك هذا، فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أحد تبقر فيه النساء، راح نرجع احنا مرة ثانية يوم من الأيام وراح نغزوكم، وحين ذاك راح نقتلكم وقتلاكم، نمثل بجثثهم نساءنا يمثلون يشقون البطون، كما طبعا إشارة إلى ما فعلته زوجته هند بحمزة رضوان الله تعالى عليه عم النبي صلى الله عليه وآله. وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجشمي، فلما أتى بالكتاب دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أبي بن كعب، فدخل معه قبته فقرأ عليه كتاب أبي سفيان. الآن التوقيت الدقيق هذا متى حصل؟ هل هو في الليل في نفس الليلة تلك، بعد ذلك، قبل تلك الليلة؟ مو معقول قبل تلك الليلة أن أبو سفيان يخبره يقول له أنا برجع وكذا، فيبدو أنه ضمن هالظروف، يعني ظروف الخروج. الآن شو كثر المدة الزمنية مو واضح. فدخل معه قبته فقرأ عليه كتاب أبي سفيان، وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. هني جواب النبي من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي سفيان بن حرب، أما بعد فقديما يعني سابقا غرك بالله الغرور، أما ما ذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا، فذلك أمر الله يحول بينك وبينه، إذن هذا الشيء ما يصير، ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر أو لا تذكر اللات والعزة، يعني راح تبادون أنتم كمشركين. وأما قولك من علمك الذي صنعنا من الخندق، فإن الله تعالى ألهمني ذلك لما أراد من غيظك به وغيظ أصحابك، وليأتين عليك يوم تدافعني بالراح. البعض احتمل هني بالرماح، لكن بالراح هو الأصح. ايش قاعد يقول للنبي صلى الله عليه وآله؟ يقول راح يجي يوم أنت متهددنا تقول راح يجي يوم إحنا نغزوكم ونستأصلكم ونبقر البطون وكذا، راح يجي يوم ما عندك قدرة أنك تقاومني أصلاً، ما عندك سلاح، أنك أنت ما راح تحاربني بسلاح، وراح أكون يمك بحيث إذا تبي تدفعني فتدفعني براحة شنو
ايدك بمعنى راح تكون خالي الوفاض، ما عندك شيء، ما تقدر تسوي شيء. وليأتين عليك يوم اكسر فيه اللات والعزى واساف ونائله وهبل حتى اذكرك ذلك. وفعلا هذا تحقق بعد ذلك في غزو في فتح مكه طبعا. الان حيي هذا راس الفتنه اللي تحرك على الكل وكذا، هذا الحين خايف من ابي سفيان لان الصكه كلها بتطيح براسه الحين، وهو كان معطي مواثيق انه يكون اللي يصير عليه يصير عليه يصير عليهم يصير عليه. فبالتالي لما راح غادر مع قريش لكن ما راح يستمر معاهم. يقول خاف حيي بن اخطب على نفسه من ابي سفيان فخرج معهم من الخوف حتى بلغ الروحاء. احنا قلنا بالامس بان عندنا اكو مسيره من المدينه الى مكه، في الطريق يصلون الى السياله، ومن السياله المرحله اللي وراها يصلون الى الروحاء، منطقه الروحاء، وهناك اكو مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم يسمونه مسجد الروحاء. يقول لما وصل هناك فما رجع الا متسرقا، يعني نحاشي خشاشي طلع من عند قريش وجماعتهم وهرب عائدا الى المدينه. وين يبي يروح؟ في حمى بني قريظه. فما رجع الا متسرقا لما اعطى، لان من قبل اعطى عهد لكعب بن سعد من نفسه ليرجعن اليه. فدخل مع بني قريظه حصنهم ليلا ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زحف اليهم ساعة ولت الاحزاب. يعني هو لما رجع دخل بني قريظة، في ذاك الوقت الرسول أيضا كان شنو مسوي؟ زاحف على بني قريظة من أجل أن يعني يعاقبهم على خيانتهم. وفعلا بعودته هذه هو سلم إيده للنبي صلى الله عليه وآله حتى يحكم عليه بالإعدام. هذه المدينة، هذه المنطقة اللي السيالة اللي أمس كنا نتكلم عنها، وهذه هني الروحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. شهداء المسلمين في هذه الغزوة ستة حسب النص، ومن بني عبد الأشهل سعد بن معاذ، رماه حبان بن العريقة، وقلنا يمكن احتمال شخص آخر اللي هو أبو أسامة الجشمي، وسعد لاحقا سيتوفى، راح نذكر قصة وفاته من الإصابة هذه. أنس بن أوس بن عتيك، وهذا من بني عبد الأشهل أيضا، قتله خالد بن الوليد، رماه بسهم. عبد الله بن سهل الأشهلي، هذا أيضا من بني عبد الأشهل، رماه رجل من بني عويف. من بني سلمة الطفيل بن النعمان، قتله وحشي. ثعلب بن غنم بن عدي بن نابي، قتله هبيرة بن أبي وهب المخزومي. ومن بني دينار كعب بن زيد، قتله ضرار بن الخطاب. ولذا قيل فجميع من استشهد من المسلمين ستة نفر. هذه طبعا آثار موجودة هناك، ما أدري هذه الآثار شنو تاريخها وكذا، وهناك عادة ما يعني يعطون مجال واحد مثلا يحلل هالآثار يدرسها تاريخها، ولكن فيها كتابة عند الخندق. هذه طبعا الآثار، هل هي من عهد النبي صلى الله عليه وآله؟ هل هي من عهود لاحقة في ناس كذا كتبوا من كيفهم؟ المهم حسب الكتابة النص هكذا، هذا النص اللي فوق هني: أمسى وأصبح عمر وأبو بكر يتضرعان إلى الله من كل ما يكره. هني النص أسماء بعض الصحابة: أنا عمار بن حزم، أنا ميمون مواضح الباقي، أنا محمد بن عبد الله، أنا فلان بن عوسجة، أنا خلف، أنا كذا، وهني آخر شيء أنا علي بن أبو طالب أو طلب، وتحت محمد. فما يندرى، هذه قد تكون من كتابات الناس في أزمنة لاحقة، وقد يكون فعلا يكون من عهد النبي، يحتاج إلى دراسة. هذا مشهد طبعا للمساجد، مثل ما قلنا بأن المنطقة فيها مساجد وسميت بأسماء، وقلنا بأن هل هي مواطن صلاة النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية أم لا. وهذا مشهد من الأعلى لجبل سلع، هذا المشهد من جبل سلع للأسفل، وهذا مسجد الفتح مثل ما تشوفون هناك.
أما قتل المشركين فثلاثة فقط، عمرو بن عبد قتله علي بن أبي طالب، نوفل اللي قلنا إما مات برمي الحجارة أو أجهز عليه علي في نص عليه السلام، وعثمان بن منبه بن عبيد بن السباق مات بمكة من رمية أصيب بها يوم الخندق. الآن قرار سريع يتخذه النبي بعد عودة المسلمين إلى ديارهم، يبدأ النبي صلى الله عليه وآله مجددا في نفس اليوم بتجنيدهم مجددا للذهاب لحصار بني قريظة أو غزوهم. بعض النصوص تقول بأن جبرائيل عليه السلام هو الذي أمر أو طلب من النبي أن يبادر بهذا الأمر، مخبرا إياه أن الملائكة التي نصرته في الخندق، والآية القرآنية تقول وجنودا لم تروها، هذه الملائكة ما زالت موجودة وتنتظر المسلمين لكي تسددهم في هجومهم على بني قريظة. لاحظ النص التالي يقول: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة واللواء معقود، يعني إلى الآن هذا اللواء ما زال معقود موجود، لواء الحرب ما أنزل، أراد أن يغتسل من الغبار، فناداه جبرائيل: عذيرك من محارب، والله ما وضعت الملائكة لامتها، كيف تضع لامتك؟ اللامة هي شنو؟ هو الدرع اللي يلبس. فهني يقول بأن يعني تعبير كنائي، انصح طبعا النص هذا تعبير كنائي، بأن يعني هم مستعدين لإكمال المشوار، كيف أنت تنزع لباس الحرب؟ إن الله يأمرك أن لا تصلي العصر نفس اليوم إلا ببني قريظة، تكمل مشوارك تروح هنا، فإني متقدمك ومزلزل بهم حصنهم، إنا كنا في آثار القوم، يعني إحنا الملائكة ذهبنا خلف المشركين نزجرهم زجرا، حتى إن لا واحد يفكر من قاداتهم أو شيء إنه يحاول يرجع أو هذا، وإنه يهربون بسرعة حتى يكون زيادة في الخزي لهم، نزجرهم زجرا حتى بلغوا حمراء الأسد، إلى هالمنطقة هي تبعد تقريبا 15 كيلو عن المدينة حاليا، أو لعل 21 كيلو عن الحرم، يعني بهالحدود عن يعني المسجد النبوي. في نص آخر عن محمد بن كعب، ويبدو هذا القرظي، محمد بن كعب القرظي اللي تكلمنا عنه، قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من الأحزاب قال له جبرائيل: عفى الله عنك، وضعت السلاح، ما زلت بمن معي من الملائكة نسوق المشركين حتى نزلنا بهم حمراء الأسد، اخرج وقد أمرت بقتالهم، وإني غادم بمن معي فنزلزل بهم حصونهم حتى تلحقونا، يعني حصون بني قريظة، حتى تلحقونا، إحنا راح نسبقكم هناك، وبالتالي راح نثير في قلوبهم الرعب بحيث أن يمهد هذا لانتصاركم. ولذا سار إليهم النبي صلى الله عليه وآله يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة، وهذا التاريخ حقيقة يحتاج، أكو مشكلة عندنا في التواريخ، صار عندنا مشكلة في تاريخ تحديد موعد الغزوة، قلنا مرة قالوا شوال، ناس قالوا ذي القعدة، ناس قالوا سنة أربع، قالوا خمس، قالوا ست، قلنا خمس أكيد، ويبدو أنه كان في شوال هذا الآكد يعني. لكن هني يقول أن تحرك النبي كان في نفس يوم انتهاء هذا المفروض انتهاء الغزوة. إنزين، إذا أنت تأخذ أبعد مثال اللي هو 25 يوم الحصار، وأنت تتكلم في بداية شوال، لعل كان قدومهم في حدود أو بداية الحصار خمسة، معناه أنت وين قاعد تتكلم؟ قاعد تتكلم في أول ذي القعدة، صح؟ وإذا زحزحنا التاريخ شوية إلى 15 مثلا، أيضا أنت قاعد تتكلم عن أول أسبوع من أو أول 10 أيام من ذي القعدة. هني يقول شنو؟ لا، باجي 7 أيام وينتهي ذي القعدة، وهذا تاريخ غريب حقيقة. المهم، فحاصرهم، يعني حاصر بني قريظة 15 يوما. ترى يا جماعة صدق المسألة صعبة، يعني أنت جهد في رمضان بالحفر، ثم جهد في وخوف وبرد وجوع في حصار المشركين، وش كثر من 15 إلى 25 يوم، ثم فوقهم هم 15 يوم موجودين حول بني قريظة، يعني تعب أكيد، هذا إرهاق، تعب وجهد.
يقول ثم انصرف يوم الخميس لسبع خلون، يعني عدت سبعة أيام انتهت من ذي الحجة سنة خمس. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام فدفع إليه لواء، وكان اللواء على حاله لم يحل من مرجعه من الخندق، مثل عقلنا ما زال اللواء معقودا. فهني عطال علي عليه السلام، وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فأذن في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمركم ألا تصلوا العصر إلا ببني قريظة، بسرعة تحركوا. وقيل فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فاستقبله حارثة بن النعمان، فقال ابن نعمان فقال له ما الخبر يا حارثة؟ فقال بأبي وأمي يا رسول الله، هذا دحية الكلبي. في بعض النصوص أن جبرائيل كان يتمثل بشكل دحية، وأن كان جميل الوجه كذا، فكان يرون بعض الصحابة ثم يخبرهم الرسول، وهو مو موجود أصلا في المنطقة يعني في المدينة، فكان يخبرهم بعد ذلك الرسول أن هذا جبرائيل. فهني هو يقول أنا شفت دحية ينادي، كأن هذا الخبر يبي يقول بأن جبرائيل تشكل بشكل دحية ونادى. ألا لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة؟ فقال ذاك جبرائيل أدعو عليا. فجاء علي عليه السلام فقال له نادي في الناس أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فجاء أمير المؤمنين فنادى فيهم، فخرج الناس فبادروا إلى بني قريظة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام بين يديه مع الراية العظمى، راية الرئيسية، لأنهما أقوام، كل فرقة كل يعني قبيلة لها رايتها، لكن الراية العظمى للجيش دائما كانت بيد أمير المؤمنين في الغزوات سلام الله عليه. هني لاحظ ترى ما في تعارض بين هالنص والسابق، النص السابق يقول بلال هو اللي نادى وأذن وكذا، هني يقول علي. هذا شيء طبيعي، أنت قاعد تتكلم عن مساكن متفرقة، أنت تتكلم عن مناطق متفرقة، تعدد النداءات هذا شيء طبيعي وما في أي خلل. يعني في رواية لبس رسول الله صلى الله عليه وآله السلاح والمغفر والدرع والبيضة، وأخذ قناة رمح بيده، وتقلد الترس وركب فرسه وحف به أصحابه، وتلبسوا السلاح وركبوا الخيل، وكانت 36 فرسا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قاد فرسين وركب واحدا يقال له اللحيف، فكانت 3 أفراس معه مع الرسول صلى الله عليه وآله، وعلي عليه السلام فارس أيضا علي على فرس. لاحظ هني هذا مسجد النبي في المدينة، وهذا هني موقع بني قريظة، فهو قريب جدا. تحرك اللي رايح العوالي، يعني العالية، العوالي اللي هو في مسجد الفضيخ، هناك أكو مسجد مشربة أم إبراهيم، وأكو مولد الإمام الرضا عليه، أو عفوا مدفن أم الإمام الرضا عليه السلام، منطقة العالية أو العوالي قريبة من هذه المنطقة هنا. إن شاء الله يكون لنا تتمة في غزوة بني قريظة، الآن انتهينا من الأحزاب وتأديب النبي صلى الله عليه وآله لبني قريظة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.